تؤثر في الواقع حيث حدث تغير نوعي في الهاشتاجز الخاصة بالحرب على غزة، وخاصة منذ بيان كتائب القسام بالأمس، حيث بدأت تتغير الهاشتاجات من غزة تحت القصف إلى غزة تنتصر. ومنذ اندلاع الاحتجاجات عند حاجز قلنديا تغير هاشتاج غزة تقاوم وظهر بدلا منه فلسطين تقاوم، وهو بالطبع ما يعبر عن ارتفاع الحالة المعنوية لدى العرب المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه ما يحدث على غزة رغم كل الألم. لكن على أي حال، نعود مرة أخرى للهاشتاجات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي كما تشاهدون. الهاشتاج الأبرز في المركز الأول كان هاشتاج غزة تقاوم، خاصة بعد سقوط عدد من الشهداء قبل قليل بينهم صحفي في قصف إسرائيلي جوي على سوق الشجاعية. كما تشاهدون القسام جاء هذا الهاشتاج في المركز الثاني بعدما ذكرنا، خاصة بعد خطاب الأمس، لكن ليحل بعد ذلك في المرتبة الثالثة هاشتاج فلسطين جاء في المركز الثالث. أما في المركز الرابع في مصر عدنا في مصر عيدين هو الهاشتاج التالي، كان أيضا مصاحبا لهاشتاج آخر هو سأدعم السياحة في مصر. يعني الهاشتاجات الثلاثة الأول يتحدثوا عن القضية الفلسطينية، والهاشتاجين المتبقين يتحدثوا عن حملة دعم السياحة في مصر. هو هاشتاج دشنه شباب إماراتي سافر إلى مصر لقضاء أجازة العيد، ثم نشر عددا من الصور لتشجيع عدد كبير من المتابعين لتكرار التجربة، في الواقع أن هذا الهاشتاج لاقى استحسان الكثيرين على موقع تويتر. كما تتابعون نستعرض بعض من هذه التعليقات على هاشتاج سأدعم سياحة مصر. دشن هذا الهاشتاج، كتب عليه الشاب الإماراتي الذي دشن هذا الهاشتاج: مصر غالية علينا، وهي وصية والدنا الشيخ زايد رحمة الله عليه، وخير مصر على العرب، وما أجمل أن يكون العيد في مصر. التدوينة التالية على موقعي فيسبوك، هو الموقع بتأكيد الأشهر عالميا، نلقي مزيد من الضوء على موقعي فيسبوك تحديدا على بعض التغريدات التي جاءتنا على AJA هاشتاج، وهو تعليقات بالتأكيد